بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. لابن آدم سنموت عاجلا أم آجلا ونسير جميعا نحو القبور طوافلا. ولقد جاء الموت المخير ليسوقنا نحو الحساب جميعا مراحلا. فهناك شخص يموت على الطريق بحادث وهناك شخص يموت سريعا عاجلا وهناك شخص يموت في الدنيا مجاهدا ليحيا في الآخرة شهيدا فاضلا. فاختر لنفسك يا ابن آدم ميتتك ولا تكن في الدنيا غافلا. انتب وارجع الى ربك انتبت شخصا عاقلا. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام خير الحديث وسيد الكلم ايات الكلمات يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بقرية الزناتي مركز ميلا القمع بالمحافظة الشرقية قبيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة. سألين المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته. نشكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو أفلا تبصرون. Oh,
قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تنس الفساد أعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.
قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن ولا يلقاها إلا الصابرون ولا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خسفنا به وبداره الأرض فما Yeah.
وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يا وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين. من
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون له الحكم